شيء قدير. ويا نعم المولى ونعم النصير، ويا نعم المولى ونعم النصير، اللهم انك على كل شيء قدير. ويا نعم المولى ونعم النصير، ويا نعم المولى ونعم النصير. والفرج غيكون قريبا ان شاء الله، الفرج 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 قريبا ان شاء الله. حتى استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، جاء النصر ان شاء الله، جاء النصر ان شاء الله، جاء النصر ان شاء الله، جاء النصر ان شاء الله. انك على كل شيء قدير، ويا نعم المولى ونعم النصير. تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا الفقيه ديالنا، شكرا كنقدموا التحيه للفقيه ديالنا، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الاقراء. ان الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، بهذا بالعظمه ديال الاسماء ديال الحسنى قادره لانه يحيي، يعني يرجع ريان الحاله الطبيعيه ديالو، ينقذ الطفل ريان. فدعوات الشاشه، احنا مشاعر في الواقع، احنا في الميدان، ولكن كنقولها لكم، نتمنوا على ان توصل من وراء الشاشه لهذه المشاعر اللي نابعه من القلب ديالنا، ونتمنوا على ان توصلكم متابعي قناه شوف تي في. إذا الآن يتم أخذ المقاسات متابعين شوف تي في، يتم أخذ المقاسات الآن. غادي نحاول نقربكم من الوضع ومن الصورة. الآن هذا الفريق يتم بأخذ المقاسات، زادوا ربما شي نصف متر ديال الحفر وكي ياخذوا العبارات. عندهم طرق لية تقنية كيشتغلوا بها. فريق شاب مكون من الشباب المغاربة يشتغل بدون توقف،